وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ريف دمشق مازن الشامي، مدير مكتب وكالة قاسيون. يعني بعد الترحيب بك سيد مازن، لو تطلعنا على آخر التطورات الميدانية بريف دمشق. نعم مرحبا، يعني حقيقة منذ الصباح وحتى الآن أكثر من 35 غارة جوية تستهدف الغوطة الشرقية وخاصة بلدات مديرة وأطراف دومة وعربين ومزارع جسرين وحرستا والفس والأشعري وحوش الفارة. طبعا كان أعنف الغارات على مدينة دومة والطريق الواصل لمدينة حرستا، حيث تم استهداف هذه المناطق بالصواريخ الموجهة التي تحمل قنابل عنقودية محرمة دوليا. حتى لحظة لدينا شهيدين في كل من دوما وعربين بالإضافة لعشرات الجرحى. طبعا فرق الإنقاذ حتى اللحظة تنتشل الشهداء والجرحى من تحت الأنقاض، كما تعرضت أيضا مدن وبلدات دوما والميدان الحمادية لقصف مدفعي أدى ذلك لسقوط العديد من الجرحى. ميدانية المعارك متواصلة على عدة جبهات في الغوطة وخاصة على جبهات ميدعى وتل الصوان. نعم، طيب سيد مازن، ماذا يحدث في وادي بردة؟ اختراق للهدنة، تضييق، تهجير، يعني ماذا يحدث؟ حدثنا بالضبط. نعم، يعني انا تكلمت في وقت سابق على منبركم ان القصف بالطيران والمدفعيه الثقيله يجعل نبع برده يتصدع، وهذا ما حصل امس بالفعل، فقد انفجر خط مياه برده المغذي للعاصمه دمشق نتيجه الضغط الزائد بالقصف، ادى ذلك الى تصدع وانفجار انابيب نبع وادي برده. طبعا بالتزامن مع استهداف قوات النظام لقرى وادي برده بالقناص مع دخول ورشات الإصلاح أمس لإصلاح التصدعات والانفجار الذي حصل للنبع. طبعا حتى الآن يعني الوضع هادئ نسبيا، لكن جميع الاتصالات مقطوعة وحتى الكهرباء مقطوعة. في هذه الليلة الطيران الحربي شن غارات جوية استهدفت الجبل الشرقي المطل على وادي بردة، كما قصفت قوات النظام أيضا بمدافع 57 والدبابات قرى إفرة وبسيمة، بالإضافة لاستهداف الحرس الجمهوري بالقناصات قرية عين الفيجة. طبعا كما ذكرنا قوات النظام يعني من شدة القصف بالطيران وأيضا بالمدفعية قيل أدى ذلك إلى انفجار نبع وادي بردة. نعم، طيب هل لديك تفاصيل عن عدد المهاجرين من المنطقة وإلى أين ذهب الناس؟ طبعا بالفعل بعد تقدم قوات النظام وحزب الله باتجاه بلدة هريرة، هناك بعض الاهالي هربوا الى المناطق القريبه من البلده. يضاف الى ذلك يعني عندما دخلت قوات حزب الله وقوات النظام الى منطقه هريره كان هناك حملات اعتقالات للمدنيين المتواجدين هناك. بالمقابل يعني انسانيا اليوم نلاحظ تجار الدم بداوا الان يحكم بالاسعار المتواجده في المنطقه، حيث يعني ارتفع عدد اسعار المواد الغذائيه الى اضعاف الاضعاف. هذا يعني هناك لا تتحكم بالمهجرين الذين نزحوا من هريرة. نعم، شكرا لك مازن الشامي، مدير مكتب وكالة قاسيون، كنت معنا من ريف دمشق.